ودلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع مع بعض متوسط أسعار صرف العملات الرسمية. الدولار الأمريكي بيسجل 19.63 جنيه للشراء، 19.70 جنيه للبيع. اليورو بيسجل 19.31 جنيه للشراء، 19.39 جنيه للبيع. الجنيه الاسترليني بيسجل 22.22 جنيه للشراء، 22.31 جنيه للبيع. الفرنك السويسري بيسجل 19.71 جنيه للشراء و 19.80 جنيه للبيع. اليوان الصيني 2.72 جنيه للشراء، 2.73 جنيه للبيع. الريال السعودي بيسجل 5.22 جنيه للشراء، 5.24 جنيه للبيع. الدينار الكويتي بيسجل 63.27 جنيه للشراء، 63.59 جنيه للبيع. الدرهم الإماراتي بيسجل 5.34 جنيه للشراء، 5.36 جنيه للبيع. بالنسبة لمتوسط أسعار الذهب، الجرام عيار 18 بيسجل 949 جنيه، الجرام عيار 21 بيسجل 1107 جنيه، الجرام عيار 24 بيسجل 1256 جنيه، والجنيه الذهب بيسجل 8856 جنيه. مشاهدينا خلينا نرجع على طول لمصطفى والهادي نكمل باقي فقراتنا. اتفضل. شكرا يا مني.